السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. اللي قدام ده كاسة سانيو وراديو، كاسة سانيو وراديو. الموديل بتاعه M3500K، راديو اف ام و ام و اس دبليو، وطبعا شريط كاسة. الجهاز ده مزود بحزام ومؤشر بتاعه، مؤشر راديو ده بتاعه صغير اهو. ده راديو نادر جدا، يعتبر كاسة نادر جدا. الوش بتاعه بتاع الشريط اهو اسود في اسود، وادي مؤشر الراديو، وهنا من الظهر العكس خالص فضي في اسود السماعة، وهنا المفاتيح بتاعته اهي جهاز اهو. ونشوفه مع بعض. This cassette is Sanyo راديو اف ام اند ام اند اس دبليو اند تيب ميد ان جابان، موديل ام 3500 كي، ام 3500 كي ميد ان جابان. ثانك يو. ولدينا من المساحة في القلب ما هو الكثير. بأمك الله يرحمها، سيبك من، لا طلعي. شهر يونيو 2021. هكذا تبدأ القصة مع نشاطا للرياح على مناطق من أظن بقى بعد حلقات الحسد الألماني 14 لاعب، ثم يوفنتوس الإيطالي 12. القاعدة رقم 3، قول الحق تبارك. عليه حلمي. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض، ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده كاسيت ثانيو، موديل طبعا مختلف شويه، مزود بحزام راديو اف ام و ام و اس دبليو، وطبعا شريط كاسيت. وزي ما قلنا الموديل بتاعه ام 3500 كي، ام 3500 كي هو مكتوب اهو سانيو دايناميك ساوند. تقريبا كده في سماعتين من جوه في ظهر بعض. ده وش فضي في اسود زي ما قلنا، وده وش اسود في اسود بتاع شريط الكاسيت. ان شاء الله الفيديو نال اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. طبعا ده كاسيت ياباني، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا. This cassette is Sanyo radio multi band and FM and DM and SW and tape model M 3500K M 3500K made in Japan. Thank you.